السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا أعزائي المشاهدين اللي بتابعونا دائما عبر قنواتكم الدوري والكأس وقصة مباراة. زي ما عودناكم دائما نرجع للتاريخ ونرجع ونشوف ونغوص في البطولات الخليجية المحببة على قلوبنا، بطولتنا لهاليوم عام 86 ومباراة جمعت السعودية بالكويت. كانت مباراة مهمة، صار فيها أحداث كبيرة وكبيرة وكثيرة جدا. نبغى نعرف التفاصيل، ما راح نقولها احنا، مين اللي حيقولنا التفاصيل؟ اللي لعبوا في المباراه. نبدا اولا نرحب بالكابتن مويد حداد لاعب منتخب الكويت، مساك الله بالخير كابتن. مساك الله بالخير استاذ خالد، امسي عليك ومسي على مشاهدي قناه الدوري والكاس، وان شاء الله تكون حلقه مميزه يستفيد منها المشاهد. ان شاء الله ان شاء الله. والكابتن الاخر كان صغير في ذيك البطوله ولا الان ان شاء الله شباب كلهم شباب، بس لا حد يزعل علينا، الكابتن عبد الرحمن الرومي، مساك الله بالخير عبد الرحمن. هلا، مساء الخير خالد لك ومشاهدينا كابتن مؤيد، بس الله يهديكم ما لقيتوا الا ذا المباراه تجيبون هنا السواليف تجيبوني لها. الطلب دائما الطلب يكون على المباراه المطلوبه. تذكرون هذيك البطوله بشكل عام؟ البطوله هذه طبعا في 86 صارت فيها احداث كثيره، احنا بالنسبه لنا احنا كمنتخب كويتي كان في ذاك الوقت قبل البطوله كان في تدخل حكومي وحل الاتحاد الكويتي بقياده الشهيد فهد الاحمد، من ثم الحكومه عينت اتحاد معين برئاسه العميد عبد العزيز المخلد، وصارت هناك في تغيرات كثيره، يعني اسندت المهمه للمدرب الانجليزي مالكوم اليسون، اتى الى دوله الكويت وهو ما عنده فكره عن منطقه الخليج، بالتالي هو لما تولى المنتخب وقدموا له الاسامي اللي قالوا له ان هذول لاعبين المنتخب، فعمل لخبطه بالفريق، يعني شال عبد العزيز العنبري وشال فيصل الدخيل وخذ نعيم سعد من الدفاع حطه بالوسط وشال سامي الحشاش من الدفاع لاعب الوسط، يعني عمل تشكيله فكانت يعني ما لقى ردود يعني من الاتحاد ان احد يمكن يناقشه في هذه الامور، لكن بالتالي يمكن صار في تذمر من بعض اللاعبين ان المدرب قاعد يغير اماكن، فانت بالفتره هذه من الصعب انك تغير، انت تحتاج الى وقت طويل، وبالتالي يمكن اقال الاتحاد واسند المهمه للسيد صالح زكريا، وبعدين ان المنتخب يشارك او ما يشارك انت عارف هذه فيها قرار صحيح حكومي، يعني دوره الخليج لها سياده خاصه تختلف عن البطولات الاخرى، وبالتالي يعني احنا يمكن استعدنا لهذه البطوله مده اسبوع، اقمنا معسكر في فندق ولعبنا مباراتين تجريبيتين ودخلنا البطوله، يعني صادف ان اول مباراه لنا كانت امام المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي في كاس اسيا هو اللي اخرجنا ويمكن وتقلب علينا بنتيجه 4-1 كانت نتيجه. هنا 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 السؤال عبد الرحمن، تدخلون للبطوله وانتم احد المرشحين الكبار في للبطوله، طبعا زي ما ذكر الكابتن جاي من بطوله، تكلمنا عن الاجواء الاوضاع قبل هالبطوله، اثر عليكم هالموضوع ولا؟ شوف خالد، البطوله هذه اول شيء انا كنت تحت 17 سنه، يعني من اصغر اللاعبين، بعض يعني الكثير من الناس يقولون محيس الجمعان ربما يكون اصغر لاعب، حيث من اصغر اللاعبين، لكن انا اعتقد اني كنت العب في الناشئين، حتى في منتخب الناشئين. تواجدك مع صالح النعيمه كان صالح دافع معنا بدون ادنى شك، اذكر انه كان في معسكر لنا في الجبيل مده شهر، كان فيه كباتن كبار، يعني كنا نشوف ماجد عبد الله، صالح النعيمه، صالح خليفه، كثير من اسماء، محمد عبد الجواد الحقيقه، عبد الله الدعيع، ففي اسماء كبيره. فكنا في معسكر في الجبيل الحقيقة، وكان لعبنا مع فرق عالمية منها منتخب ويلز ومنها منتخبات، كنا مقدمين مستوى، والحقيقة كل بطولة خالد يمكن يدخلها المنتخب السعودي يكون دائما مرشح لها. منتخب الكويتي ذيك الفترة كان في أزمة زي ما ذكر الكابتن، حيشارك مو مشارك وما أدري كيف في الأخير، فجاي يعني حسسنا، وما ادري هذه لعبه دائما يلعبونها، حسسنا انه مو جاهز الفريق، عرفت كيف؟ فالكل كان يرشح المنتخب السعودي، عاد صارت الاحداث اللي طيب احنا خلنا ندخل في اجواء المباراه، وارجع واقول لك برضو انت لاعب ناشئ زي ما ذكرت، وداخل ارض الملعب امام نجوم كبار، في على جوارك لعيبه كبار، وخلنا نستعرض المباراه قدامك ونشوف نستعرض ونشوف ذاكرتكم كيف بترجع المباراه ولا لا. احساسك شخصيا وانت داخل وجنبك هاللعيبه الكبار عليك شخصيا؟ انا اصلا علشان تعرف خالد، انا ما كنت اعرف اني بلعب الا ليله المباراه، تصور ما كنت اعرف الا التمرين اللي قبل المباراه. شوف نفسك، اوكي ايوه
لا إيه؟ عطنا الاحساس وانت قاعد تشوف نفسك. بالضبط. انا اقول لك الان تتصور انا دائما خالد ترى ما اشوف المباريات اللي انهزم فيها، الان انتم رجعتوني لها. انا عمري ما اشوف مباراه انهزمت فيها ما ارجع اشوفها مره ثانيه. فالان يعني شوف يوسف اثنين برضو من ترى اول مباراه يمكن لها حتى على مستوى المنتخب الاول هذه. جميل. طيب كابتن مايد نفس الشيء، انتم داخلين زي ما اقول لك الكابتن كانه كان في تخدير او انه الواقع كان يفرض عليك نفس الشيء، هل كانت هي لعبه نفسيه ولا واقع والله هو اللي احنا؟ لا 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 هو مو واقع للامانه، يعني انا يمكن ارد على اخوي ابو تركي، يعني ابو تركي شارك في هذه البطوله، هو كان عمره 17 سنه وبالتالي يكون هناك نوع احساس بالمسؤوليه، دوره الخليج في السابق كان لها صيت اكثر وكان فيها حماس وكان فيها حس وطني اكثر، الكل يبي يحقق هذه البطوله، الكل يبي يترك له بصمه، فانا اعتقد بالمباراه هذه يمكن اللي انطرد فيها الاخ عبد الرحمن الرومي ابو تركي احساسه بالمسؤوليه، لان تحملت له المسؤوليه وهو ذكر ان انا ما دريت عني اني العب اساسي الا قبل المباراه، فبالتالي الشعر يا كابتن وفي اسماء كبيره يعني نعم اسماء رنانه سمير عبد الشكور صحيح خبره حسين البيشي نعم احمد جميل انا وياه بدينا سوا هي يعني خط الدفاع كان كله احتياط كان احتياط اي إيه كان سمير عبد الشكور احتياط الان وحسين البيشي واحمد جميل اختارني المدرب اجل واسطه ابو تركي لا 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 الكابتن خليل زياني ابو ابراهيم الله يمسيه بالخير حقيقه اختارني اعطاك يعني الثقه اعطاني الثقه والحمد لله قدمنا مستوى لكن الحقيقه جت احداث في المباراه انطردت فيها الحقيقه بعد كان انفراد عبد العزيز حسن اي عبد العزيز حسن فحتى اذكر كان الكابتن الله يمسيه بالخير ارجع بي للسيناريو البلنتي الحربان خالد الحربان اي اذكر كنا فايزين 4-1 المنتخب السعودي قبل في بطوله اسيا في سنغافوره فكان يقول يوم انطردت كانت 1-0 جابوا الثاني جابوا الثالث فكان يقول الدين يبغى الاربعه اي فكانت يعني الحقيقه مؤثره بالنسبه لي يعني المباراه هذه وكانت ممكن انها ترى تنهي مشواري هذه لولا الثقه بالله اولا ثم الثقه بنفسي مباراه زي ذي وديربي خليجي ومهمه جدا ومباراه وانطرد فيها وضربه جزاء الحمد لله خالد ترى يعني شيء ممتاز ترى شوف خالد ترى بطوله